السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبسوط كده يا عم؟ ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انبسط؟ اصل هو بقالي كتير بيقول لي ما بقتش تقول السلام عليكم، ما بقتش تقول السلام عليكم، ما بقتش تسلم على حد. قلت والله ما مزعل. عاملين ايه يا سيدي؟ اهو يا رب تكونوا بخير. اهو بننزل فيديوهات ما بتجيلناش من وراها غير وجع القلب. ايوه طب ما طب وليه بقى؟ ما احنا قلت لك احنا في ناس محترمه يعني ماشي، ما قلناش حاجه يا عم. الناس المحترمه الناس اللي فاهمه عايز تعمل ايه؟ قالوا عايزين كذا ونخلص. ده انت بقى نقعد بقى نوجع في قلبنا حاج احمد تمام، والراجل بيتعامل معانا يكون خلص يومه كله وخلص دنيته وخلص حاله ومحتاله، والناس اللي ايه ياخد ويدي معايا. انا يا عم انا مش خطيبتك يعني، انت لو اتكلمني والنبي اختصر يعني. انت بالله اختصر والله. والله امراه اختي غضبانه ومراتي تعبانه وابويا عنده السكر وعندنا شغل وعندنا افلام بنت 60 تيت كتير ولا ايه؟ اه بالظبط يعني. المهم عشان ما نحرقش كتير يعني، عشان في واحد بيقول لي انت رغاي حبيبي ربنا يصلح حالك. ما لازم ما نرغي. المهم ايه؟ جايبين تليفون يا عم احمد اهو بفلوس ورايحين للناس في ال في فين دي؟ في الدلنجامون؟ لا السلام بلو مش عارف حته كده بعيده في الرشيد. انت فاهم وقصص كده كتير يعني. ايه المهم يا سيدي؟ لو انت عايز ارض في الوادي الجديد ومش حاجات صغننه، حاجات حلوه كده من اول 50 60 فدان لحد 200، تابع المزاد اللي هيتعمل يوم تقريبا يوم 24 او يوم 25، التابع للبنك الاهلي بالتعاون مع محافظه الوادي الجديد في ابو طرطوق. طيب واحد بيقول لي ايه رايك في الارض؟ الارض حلوه، الميه زيها زي الوادي الجديد، الدنيا كلها زيها زي الوادي الجديد. الوادي الجديد عايز عظمه عافيه، عايز ناس عافيه معاها فلوس تنزل تشتغل ماشي. بس ده الموضوع مختصر اهو، عايزه ناس معاها فلوس تنزل تشتغل. مش هنقعد نحرق كتير ونقول لك مواصفات كتير ونقول لك قصص كتير. اقول لك حاجه واحده بس، ان سعر متر الحفر النهارده للبير بالبريمه، المتر بس يا عم احمد حفر بنتكلم من 2500 ل 3000 جنيه تمام، وانت ورزقك بقى. ده حفر لسه معاه مواسير، فانت ممكن يوصل معاك المتر 4000 ونص تمام ماشي. فانت قيس بقى يا معلم، مفيش ابيار هناك 100 متر ولا 200 متر ماشي، عشان احنا متفقين الابيار هناك مستويات تمام 350 450 وانت مكمل يعني. دي اول نقطه بس. فهتنزل تشتري وتخش المزاد دوت، خلي بالك ان الوادي محتاج فلوس. هقول لك بقى الارض بتنجانيه وصخريه ولا الكلام الفاكسان اللي الساده الافاضل بيطلعوا يرموا فيه. ما اعرفش واحد بيقول انت رغاي، وفي احد الاصدقاء بيعملوا الفيديو بيعدل 11 دقيقه ولا 12 دقيقه تمام، وجاي يمسك فيا انا العبد اللي بيتكلم في 5 6 دقائق ويقول لك رغاي. مفيش مشكلة، الله يصلح حاله تمام. فده ملخص الأول، عايز أرض بورق بعقود شغل قانوني تقدر تتعامل فيه مع الدولة، اطلع على المزاد يا بيه تمام. والإعلان بتاعه كان الأستاذ محمد غانم في برنامج جدعان نزله، والإعلان موجود وأنا نزلته عندي على جروب التليجرام ونزلته حتى على جروب الواتساب. ولو عايز تشوفه برضه خش عندنا على الواتساب أو على التليجرام وشوف. فهمتني؟ وروح يا باشا اسحب كراسة الشروط وخش وزايد وربنا يوفقك. حلو، عايز ملخص الموضوع اهوت والمختصر المفيد بتاعه. الارض زي الارض الوين، ارض صحراويه هي كل القصه. تاني بعدها وبكررها، الماني الفلوس السكمنس المصاري. انت فاهم يا حاج احمد؟ لو انت عشان تخش جميع اللغات اه بسم الله الرحيم بير وطاقه، فانت بتتكلم يابا مثلا بير وطاقه كده على بابا الله هتخش لك 4 5 مليون. انت فاهم؟ عشان تعمل حاجه حلوه تعرف تشتغل. فانت لو قادر تعمل ده اتفضل روح المزاد وتعامل مع الدوله واشتري واشتغل وربنا يوفقك. مش قادر اقعد بقى زيك زينا كده، خش البحريه خش المنيا خش الحاجات التانيه دي كلها. بس اخيرا وليس اخيرا، مش اسرع من كده يعني. اخيرا وليس اخيرا تحياتي ليكم، محمود حمدي، واعملوا لايك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.